بكل مكان عم تطلع لي، حتى هون وأنا عم بتسوق. يا ترى شو تحدي اليوم؟ تحدي اليوم مشاوي إيرانية، وبالتحديد كباب ما بتجاوز سعره 30 درهم. بتمنى لاقي مطعم يلبي تحدي اليوم. يا مرحبا ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا عم تشوفونا. حلقة جديدة وتحدي جديد من برنامجكم بان مع كينان. هلأ بلش مثل ما شفتوا الرجل الغامض إجا عطاني التحدي اللي هو أكلة المشاوي الإيرانية ب 30 درهم، ولكن ممكن أني لاقي مطعم بالإمارات بيعمل مشاوي إيرانية ب 30 درهم؟ في؟ ما بعرف، خلونا نشوف. بس قبل خليني أذكركم بالهدف البرنامج اللي هو إظهار التنوع الثقافي والحضاري لكل بلدان العالم هون بالإمارات. أما إذا رح أنجح بهذا التحدي فخلونا نشوف سوا. خلينا نفوت نشوف أول شيء. أنا سمعت عنكم كتير عزيزي، وعرفت إنه أنتم كتير مشهورين بالمشاوي الإيرانية. الله يطول عمر مشهور، ربك رحمه رحمين. أدي لكم أنتم فاتحين 44 سنة. 44 سنة الحمد لله. نفس المكان من كل أفقاع العالم بيجوا لعندكم؟ الحمد لله. This is history of the Dubai. تاريخ دبي. تاريخ دبي. هذا المحل القديم قبل 15 سنة قبل. أوكي. كمله هون 44 سنة، قريب 45 سنة. تمام. والله يطول حكومة دبي ما قصر في 2017 الله يطول عمره إن شاء الله. الله يطول عمره. وهذا الموبايلات القديم كله. كلهم كنتوا أنتوا تشتغلوا عليهم؟ لا، على كل عادية من الناس. أوكي. العنيس. جوال كل عادية. الحلو الديكور اللي انتم محتفظين فيه هون. طب هذا الشيء التراديشن الايراني. ما فيك تعلمني شيء كلمه بالايراني مثلا؟ مرحبا او حياكم الله. خيري خوش آمدید. خيري خوش آمدید. خيري خوش مزه. خيري خوش مزه. خيري خشنتش. خشنتش هذه لغه عجميه مو فارسي، عجميه. خيري خشنتش. تمام. شرفت والله. الله يطول عمرك ان شاء الله. نورت. وكل شيء اللي موجود عاديه، ولا انتوا اخذينه من زباين؟ زباين جفت عاديه يعطون. انا شو اعطيك اليوم؟ انت ويا القمر ما شاء الله عليك، قمر 14 الله يطول عمرك. نورنا انك ابو استاذي، طول عمرك ان شاء الله. خلاص معناها تشوف الكاميرات والساعات. حتحط لي صوره هون مثل هدول الصور اللي موجوده انت مسوي تاتو؟ خلي لي اياها. طول عمرك. خلاص طول عمرك. يلا حنعمل جوله ونفوت كمان. حياكم الله. في موبايلات القديم بعد هناك، كل شيء موجود حبيبي. تاريخ صح. حطلت لكم الشغل تبعكم كله يا طول عمرك. بس راح يعني بدي اعرف شو كل هدول. شوف الخلطه هذا. هذا تكه بالزبادي. تكه بالزبادي اليوغرت. هذا دجاج بالزبادي. تمام. الحامض 100% حامض. هي تفرق عن هي. اي نعم. أوكي. لحم دجاج. هذا باللومي. باللومي يلومي يلومي حامض حلو. ايوه لحم دجاج. هذا دجاج زعفران. لحم دجاج بنفس السيخ نكتر، بس هذا على حاله احسن. تمام. دجاج اللحم باللومي. هذا الدجاج بالزعفران. تمام. اوكي شيء بالعظم وبدون. هذا كباب محجون كوبيدي رسال محجون كوبيدي. معلش جرب اعمله انا. عبد بلجر. هذا الدجاج باي لحمه. هاي لحمه. خليل تشتري سيخ بزن. هذا استاذ خليل بيلاقيكم كيف. خلينا كوبيده. يلا بس تطلبوا. لا 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 اول ايه يلا بسم الله عشان النظافة. الله يطول عن النظافة. بس شو سر الخلطة تبعكم؟ كل العالم تجي لعندكم بسبب هاي الخلطة. والله الله يطول حمرهم كل خلطة واحدة. الله معانا. يعني هي خلطة واحدة بتعملوها كل. الله معانا الحمد لله. الحمد لله. هذا أستاذ خليل يحط الكباب معجون على الدجاج. يعني ما رح تقلي شو الخلطة أعملها في البيت؟ والله في لازم أجي لعندك على عين راسي. حياكم الله. باب مفتوح نفس يعني باب مفتوح. الله يطول عمركم.
خليل اوكي انت جرب اي بهذا ولا بهذا؟ لا هاي باللومي احسن لك. اه اسهل احسن لك. يا هذا عارف دجاج زعفران هاي. لا سي. بالعكس بالعكس ليل نتعلم بيطلع ليل. تعطيني الليسن بشكل كبار. لا بالعكس غيره. ايوه لا بالعكس كمان هيك طبعا لازم تتعلم. واحد ما يتعلم بالبطن عمه. يلا بسم الله. يلا حطه. شوف استاذ خليل كيف يسوي. ايوه يلا بعد خليل يقي دقه واحده ثانيه. لا بالهيك. بالعرض. اي بالعرض اجلبه. اي برافو عليك. اه محلها. برافو عليك. شوف استاذ خليل كيف يسوي. يا عيني على طول عمرك. انزين هذا بنعطى للسياخ الحين. ليه تشن خليل هذا الكباب مفروم يحط على السياخ. خايف تحطوه على الفحم دغري. إيه لازم. قد ايه تاخذ وقت معك؟ 10 دقائق. 10 ل 15 دقيقه حبيبي. 15 دقيقه بتكون خالصين. ايه عزيزه يعني نحن والكرو كلياتنا رح نموت من الجوع. واجيت فوتني على المطبخ بهي الريحه. مو بريحه برفيوم. برفيوم الحين. ما هذا بحريني. هذا ايش بحريني؟ تكه بحريني. شو بيفرق انه هذا السيخ بتحطوه بهي وهذيك؟ قطع الصغار نحن نقدر نحطه بسياخ صغير. اوكي. شيخ طاووق أنا خربته يلعب معه. سيخ طاووق على سيخ خاص. الكباب مفروم على سيخ خاص. كل شيء بالعرض لازم. إيه نعم. إيه كل شيء. برافو على بالعرض. برافو أستاذ. أستاذ ما شاء الله عليك. أعطيني برافو عليك. برافو عليك. طول عمرك. خلاص يعني هلأ بستاهل إني أكل وجبة فري عندك. صح العافية. مو بثلاثين. مو بثلاثين. يعني رح تفوزني بالتحدي تبع اليوم. يلا في. بما إني اشتغلت أنا بتعملي ديسكاونت. كوميشن. كوماشن خلاص فيني اتفاهم. طول عمرك. طيب خلاص يلا معناها هلا نحن رح نحطها على الفحم ونشوف برا. يلا حطها هناك بس شك. هاي اوكي. ساوندز جود. ساوندز جود. الحين الباقي بالروب. بالروب؟ ايه بالزبادي. ايش يصير تكبكو؟ يلا هاي لحم الدجاج. خلي استاذ خليل يحطها بالزبادي الدجاج. انت لحمه. يلا انا لحمه. انت لحمه. يلا علمني كمان اني احطها يا ودي هيك. بس اللبن بربع. بس اللبن مع الفحم ما بيطعم. ما بيصير شيء ولا طعمه بتطلع كل اطيب. كل شغل مو من كل واحد. لازم تلعب معاه. شوف استاذ خليل كيف يسوي. ايوه دبر ابطه. اوكي صح العافيه ان شاء الله. مشكور. نورتوا على كباب استادي. مشكور. الله يطول عمركم ان شاء الله. خليلي اياك هلا اشوفك برا على الافطار ندوق ان شاء الله. متت من الجوع. يا رحمه الله يقبل ان شاء الله. الله يطول عمرك. شكرا كثير. طول عمرك نورتوا. كل عام وانت بألف. الله يخليك خير وبركه قدام. نورتوا. الله يطول عمركم. يلا ان شاء الله شوي انا وانت. انا ولا بحياتي كنت متوقع اني انا اوقف على مكان لشوي الكباب وانا اشوي وشكشك بايدي. يعني قدي كنت عن جد متحمس اني انا ادوق كل شيء اشتغلته جوا المطبخ وناطر بفارغ الصبر ينزل بقى صحن المشاوي. جيبوا لنا صحن المشاوي. شو جوعان يا زلمه. جوعان. بسم الله بسم الله. صح العافيه ان شاء الله. هني مشكور. الله يطول عمرك. شكرا. هذا احسن كباب بالزبادي لحم دجاج. تمام. هذا مفروم لحمه. تمام. هاي مفروم دجاج. هذا باللومي. يلومي يلومي حامل. تطليني كل شيء حامل. صح العافيه. هاي ديال زعفران. خلاص بسم الله. بسم الله يا رب. تكيتان هذا صندوق. بسم الله. اكيد طيبين. هذا حامس بس رقم واحد. الله يقبلك ان شاء الله. مبروك شهر رمضان عليكم ان شاء الله. علينا وعليك يا رب. هني هني صح والعافية ان شاء الله. هني احسن شيء معي. اول مرة بدو. صح والعافية ان شاء الله. هني الله يطول عمركم. بحل. والله لا تاكل معي. كون انا اكل تمر بعدين. ايه يس يلا
اول تمر منك يلا بسم الله. ما عليه تبين مني هلا شو طيبك بس اهم شيء ما تخسرني. العصاب عليك ها العصاب عليك بس لا تخسرني بس تعطيني الحساب 30 درهم ايه اشتغلت جوا حلالك علمت ولا لا رح اخذ كمشن يلا تحتين يا عيني قبل ما نكفي فينا نطلب الحساب الحساب لازم رح نطلب الحساب بس بعد بس انتم اعطونا الحساب اذا بكون خسران ما عاد اجي لعندك ان شاء الله مو بخسران من ربك ارحمها راحمين بسم الله بسم الله شو هاي؟ بس 45 وعدتني انه انا ما اخسر الكوميشن رح ادفع من الكوميشن ما في جلي حلالك خلاص تمام مشكور كثير شكرا كثير الله يقبل ان شاء الله صلاتك ورمضان كريم ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليك شكرا كثير لكم ولكل الاشخاص اللي تابعونا بحلقتنا لليوم ببان مع كنان ما تنسوا تابعونا كل يوم بنفس الموعد وهلا بدي اقول لكم كل عام وانتم بالف خير وتضلوا بالف خير رمضان كريم خير وبركه قدامكم ان شاء الله الله يطول عمرك شكرا الله يقبل ان شاء الله حبيبي. شكرا صحه العافيه يلا تفضل والله كمان ادعوكم انا اللي مدلعك اليوم بعتك الكميشن والله سلامة شو حالك معلش يلا بطاطس احسن والله الف صحه وهنا خلاص انت تاكل لحمه انا بطاطس خلاص الحمد لله صحه العافيه شكرا واي صداقه من ابو ظبي من الامارات كلها على راسي من الخليج على راسي نورتكم شكرا كثير لكم مبروك مجددا شهر رمضان وخير بركه قدامكم نورتكم الله يطول عمرك طول عمرك شكرا صحه العافيه هني انا ولا بحياتي كنت متوقع اني انا اوقف على مكان لشوي الكباب وانا اشوي وشكشك بايدي خلاص شو حاج طعمه بعض كمان ضروره تصوير يلا